طيب دلوقتي بقى معانا حوض ومعانا ايه خصائصه، عايزين نكمل تعريف بقية الأشياء. فنقول تعالى نبدأ بتعريف ال نحسب يعني نصل ان احنا نحسب الكيرف نمبر. دلوقتي احنا بنهدف ان احنا نعرف المدخلات ونقوم بعملية حساب اللوسز اللي هي متمثلة في حساب الكيرف نمبر. علشان نعمل تمام. كده، عشان نعمل كده محتاجين ندخل اتنين داتا، داتا عن السويل تايب وداتا عن اللاند يوز، ده عشان طريقة الكيرف نمبر يعني. فعشان ندخل اي داتا بس انا معلش، اللاند يوز اللاند يوز والسويل تايب، كل واحدة فيهم هتخش في لاير منفصلة، وبعد ما نعرف التو لايرز هيتم ايه عمل كالكوليشن او دمج للاتنين بطريقه يعني جوه الدبليو ام اس علشان ينتج لنا حساب الكيرف نمبر. تمام. نبدا ازاي ندخل الداتا. بنيجي على كلمه كافريج دي وندوس رايت كليك، هنلاقي عندنا كلمه نيو كافريج. تمام. نيو كافريج اللي هي نيو لاير، تمام ماشي. ندوس عليها يقول لي بيدينا نافذه فيها كل، بص هتلاقي اول حاجه اسمها كافريج تايب. انا شفتها دي. تمام. هنيجي من هنا احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه مثلا سويل تايب، سؤال طيب او تمام. فبنختار الشيء اللي احنا عايزين نعرفه من الليسته الطويله دي اللي هي مليانه حاجات تانية كتير. تمام. سويل تايب، لو عندنا رغبه ان احنا نسمي طبقه السويل تايب دي باي اسم تاني ماشي نحطها هنا. طيب دلوقتي هو هنلاحظ حاجتين، اولا انشا لنا السويل تايب وخلى اللاير اكتيف، شايف هي لونها مخضر بينما الدرينج بقى لونها تمام مطفي، وهنلاحظ ان تمام برضو الووتر شيد هنا بقى مطفي، انت شايفه بس يعني مش بوضوح زي الاول. تمام هي دي طريقة ال WMS في إظهار الأكتيف لاير. فأنت طول ما أنت ماشي كل ما هتلاقي نفسك دخلت في كفرج هتلاقي التانيين ضلموا كده. تمام طيب فاحنا دلوقتي واقفين على السويل تايب، عايزين نعرف أنواع التربة المختلفة. هنا في المرحلة دي احنا بنتعامل مع ال WMS على إنه أحد برامج الأركي جي اس. طيب انا بقول لك احنا في المرحله ديت بيتم التعامل مع ال WMS كما يتم هو بالظبط كاداه من ادوات الارك من ادوات برامج الجي اي اس. تمام. احنا اتفقنا ان ال WMS هو برنامج بري اند بوست بروسيسنج، فاللي احنا بنعمله دلوقتي ده هو بري بروسيسنج يعني مرحله اعداد الانبوت. النموذج الهيدرولوجي عايز يعرف الكيرف نمبر، مش عايز يعرف لا السويل تايب ولا اللاند يوز. تمام. لكن عملية إنتاج الكيرف نمبر بتتم عن طريق حاجتين، وهنلاقي دلوقتي إن الحاجتين دول إحنا هندخلهم على شكل شيب فايلز، يعني شغل جي أي إس بحت يعني. فإحنا دلوقتي هنشتغل تمام جي أي إس بحت دوت عشان بعد كده يتم الكونفرشن والتحويل الى كأن مدخلات هيدرولوجيه. فلو جينا هنا هنلاقي عندنا نتيجه ان احنا دوسنا على السويل تايب، هتلاقي الموديول اللي اتفعل عندك اسمه ماب موديول، وهتلاقي عندك هنا دي مجموعه الادوات، واضح ان منها ادوات رسم وادوات سيلكشن، وقلنا ان الزرار اللي فيه سهم ده زرار لسلكت شيء يعني تدوس عليه وبعدين تروح تسلكت حاجه لو انت عايز تشتغل عليها. اما الزرار اللي ما فيش عليه سهم زي ده وده، دي ازرار لو انت عايز ترسم حاجه كانك بتعمل ديجيتايزنج بالاركي بالجي اي اس. فدلوقتي بما ان احنا عايزين نرسم السويل تايب على شكل بوليجونز، فاحنا هيبقى ده الزرار اللي ايه اللي هيفيدنا اسمه كرييت فيتشر ارك. تمام.
كرييت فيتشر ارك معناها انك عايز ترسم لاين. تمام. زي ما احنا عارفين ان الرسم في برامج جي اس قلنا ان هو فيكتور، يعني الفيكتور اللي فيه او الرسم اللي فيه يا اما بوينت يا اما لاين يا اما بوليجون. تمام. اللي احنا عايزينه علشان نعرف سويل تايب هي من نوع بوليجونز، مساحات مغلقه، وبنقول ان جواها السويل دي نوعها كذا. تمام. هتلاقي ان مفيش عندك اداه لرسم بوليجون. تمام. فالاجراء في ال WMS انك بترسم لاين وتقفله بالماوس، يعني بترجع المطرح ما بدات، وبعدين بتختار اوبشن تقول له اقفل، يعني فيل او املا داخل هذا الشكل المغلق، وبالتالي حوله من بولي لاين الى بوليجون. تمام. فدلوقتي احنا هنفعل كالتالي ان شاء الله، هندوس على زرار درو فيتشر ارك اللي هي يعني كانها درو لاين، ونيجي كده راسمين شكل مغلق، ندوس دبل كليك، ندوس كليك، هي كليك واحده، طالما انت رجعت لنفس النقطه الاولانيه فكليك تكفي ان هو يقفل يعني. تمام. دلوقتي انا هتلاقي عندك في زرار السلكشن، هتلاقي عندك الزرار ده اللي هو سلكت ارك، يعني اختار اللاين. بص كده هو اختار الايه اللاين. تمام. هتلاقي عندك زرار تاني هنا اسمه سلكت البوليجون، يعني ادوس عليه. المفروض دلوقتي لو انا ادوس هنا يديني شيء، ما بيدينيش شيء لان انا لسه ما حولتش اللاين ده البوليجون. تمام. انا عايز ان هو يحول لي المساحه الداخليه دي لبوليجون، يعني مساحه يشعر بيها انها مساحه مغلقه تمثل شيء يعني. وبعدين ادوس على الزرار ده، وبعدين ادوس دبل كليك هنا كده يديني نفذه، يقول لي دي ايه، انهي نوع من انواع السويل تايب. اروح انا معرفه له كده، خلاص يبقى فهم ان الجزء ده المستطيل الكبير ده تربه وليكن مثلا رمليه. كويس. هو كان شايف الشيب فايل الكبير ده تربه رمليه، وهو برضو نتيجه ان هو برنامج يعني جواها جي اي اس، هو من غير ما انت تتكلم بيعمل انترسكشن، تقاطع ما بين البوليجونز المختلفه اللي انت هتبقى راسمها في المشروع وما بين الووتر شيد اللي انت معرفه. فبالتالي هتلاقي ان هو داخليا جواه كده من غير ما يبقى انت بقى انت عارف بيحسب، انت شايف الجزء اللي هو التقاطع ده، الجزء ده بس هو داخليا بيجي على الجزء ده، الجزء من الحوض اللي جوه البوليجون ده، ويديله نفس الصفه. فلو البوليجون ده رمل هتلاقي قال لك يبقى الحته دي رمل. تمام. ولما انت بقى تيجي تكمل البوليجونز، بقيه البوليجونز بحيث تغطي كامل الحوض، هو بيبقى عنده بقى في الحاله ديت ان هو فاهم الحته دي من الحوض تربتها نوعها كذا، والحته دي تربتها نوعها كذا، والحته دي تربتها نوعها كذا، وهكذا. فبيبقى عنده فوق الشيف فايل ده، يعني اسف، فوق حدود الحوض ده، كان عنده حوض تاني تخيلي عباره عن زونز، اماكن، كل مكان ليه سويل تايب معين. فبيبقى عنده كان خريطه سويل تايب للحوض. بما ان انت وانت بتدخل كل بوليجون سويل تايب عرفت ايه هي نوع التربه دي، قلت له دي تربه مثلا رمليه، دي تربه طينيه، دي تربه صخريه، دي تربه مش عارف ايه، فهو انت كانك رسمت خريطه تربه للحوض. تمام. يبقى عنده خريطه تربه للحوض، وبنفس الاليه بيبقى عنده خريطه لاند يوز للحوض. تمام. وانت لو تذكر، عارف انت الكيرفات بتاعت الجداول بتاعت الكيرف نمبر، لو مش فاكرها الجدول اشوف لك واحد ثواني. فاكرها الجدول. طب تمام. الجدول ده انت عندك روز وكولمز، والتقاطع بينهم بيطلع لك الكيرف نمبر. الروز بتبقى معتمدة على اللاند يوز، والكولمز اللي هم الأربعة هيدرولوجيكال جروب A و B و C و D معتمدة على السويل تايب. مظبوط؟
باشمهندس. ايوه معلش يا دكتور، المقاطعة عندي بس، فاشتغلت على بتاع موبايل. معلش. طب انت كده سامعني كويس؟ اه كده تمام. اعيد الجزء اللي فات ولا ما فيش حاجه فاتتك؟ لا تمام، انا واقف لحد ما احنا بنعمل بوليجونز، وبنحط عند كل ايوه بوليجون بنحط يا اما اللاند يوز يا اما ال احنا بيبقى عندنا يا تو اما لايرز، السويل تايب. بيبقى عندنا تو لايرز، لاير لللاند يوز ولاير للسويل تايب. ونتيجه تمام تقاطع تمام الووتر شيد اللي احنا انهيناه بالديلينيشن مع كلا التو لايرز دي، بيتكون جوه الميموري بتاعت الجهاز اتنين ووتر شيدز تانيين، يعني حدود الووتر شيد، يعني بيتكون حدود الووتر شيد بس متقسمه زونز بناء على السويل تايب او اللاند يوز. تمام تمام التقاطع الاثنين شيب او اثنين ووتر شيدز سويل تايب واللاند يوز دول هم بيستخدمهم كما انت بتستخدم الجدول بتاع كيرف نمبر. قلنا جدول الكيرف نمبر عباره عن انت بتتقاطع، عندك اربع اعمده للهيدرولوجيكال سويل جروبز اللي هي اي وبي تمام وسي ودي، وعندك صفوف كتيره معتمده على اللاند يوز. هتلاقي عندك تمام جراس وبير لاند ومش عارف ايه وايه وايه وايه. فتقاطع اللاند يوز روز مع الهيدرولوجيكال سويل جروب كولمز بيطلع لك الكيرف نمبر. تمام فانت بعد ما بترسم التو لايرز اللي هم اللاند يوز والسويل تايب، بتدخل بايدك داتا علشان كانك بتدخل الجزء من الجدول اللي انت محتاج له في هذه الدراسه. بتدخل الداتا بايدك يعني. تمام ماشي؟ وبعدين بيبقى هو كده البرنامج عنده الثلاثه كومبوننتس، الرسمه للتو لاير والجدول، يروح مكومباينهم مع بعض يطلع له تمام ايه؟ الكيرف نمبر بتاع الحوض. بيكتبها ويقول لك انا حسبت خلاص، وتلاقي كاتب لك الكيرف نمبر بتاع الحوض. هو ده اللي احنا عايزين ندخله دلوقتي. كويس؟ تمام طيب احنا دلوقتي فاضل لنا خطوة واحدة بس، وبعدين نبتدي نكمل الديجيتايزنج. الخطوة دي هي ان احنا عندنا هذا البولي لاين عايزين نحوله البوليجون. تمام انا دلوقتي دوست على الزرار ده وعملت له سيلكت، اروح بعدها لقائمة فيتشر اوبجكتس وادوس على بيلد بوليجون. تمام لو دوست عليها هو يعني عينيا ما بتقولش ان في حاجه حصلت اتغيرت، انا مش شايف فرق. بس لو جيت دوست على الزرار اللي هو سيلكت بوليجون وجيت وقفت في النص، هتلاقي ان هو علم لك على حاجه. تمام دوست، لو دوست عليها دبل كليك هيفتح لك نافذه. تمام نقفلها بس دلوقتي مؤقتا ونكمل ديجيتايزنج. الديجيتايزنج بقى بعد ما تبقى انت راسم اول بوليجون بتبقى الدنيا ايه اقل في المجهود شويه، انك بتدوس تبتدي بنقطه تتحرك كده مثلا. وبص انت، بص انا هدوس دلوقتي على النقطه ديت في اللي هي قريبه من البوليجون القديم. لما ادوس عليها المفروض ان انا كنت ارجع وادوس على البدايه اللي انا بدات اعمل عليها درو عشان يقفل لي البوليجون، صح؟ لا، انا مجرد ما بدات من نقطه في بوليجون ورجعت عند ضلع تاني، هو فاهم ان ده شكل مغلق. تمام فخلاص يعني، فده بيخفف المجهود شويه. فبالتالي انا هاجي هنا برضو كده وادوس هنا. فاللي عايز حبيت اقول لك ان انت بعد ما بترسم اول مضلع ما بيبقاش مطلوب منك تديجيتايز فولي البوليجونز التانيين يعني. تمام انا دلوقتي اهوت، انا دلوقتي عندي واحد بولي لاين اتحول لبوليجونز واتنين لسه. لو انا جيت على قائمه فيتشر تاني ودوست بيلد بوليجونز هيقول لي انت مش عامل سيلكت لاي شيء، اعملهم لك كلهم من الاول تاني. وانا اقول له ماشي. كده هو حولهم كلهم لايه؟ بوليجونز. طبعا هو احنا لسه ما عرفناش ان احنا عندنا سويل تايبز مختلفه، فدلوقتي كلهم بالنسبه له سويل تايب واحده. تمام ف
فانا لو عايز اعرف دلوقتي السويل تايب، فانا هدوس مثلا دبل كليك على اي واحده فيهم، هيفتح لي الاجهزه دي اللي اسمها سويل تايب مابينج. تمام. هلاقي ان انا عندي في السويل اي دي واحده بس. تمام. فانا هنفترض ان انا عندي 3 نوع تربه عايز اعرفهم، علشان ازود نوع تربه بدوس هنا اد سويل اي دي. كده هزود واحده، هتلاحظ ان اول ما دوست هنا ظهر لي هنا 2 وظهر لي هنا 2، يعني ظهرت واحده. تمام. هدوس كمان واحده. تمام. فبمعنى ان الويندو دي اللي على الشمال دي هي لستة السويل تايب، اللي على اليمين دي هي انك انت بتعرف فيها الهيدرولوجيكال سويل تايب، يعني بتعرف في التربه دي في انهي عمود من الاربعه. تمام. هتلاقي التعريف عن طريق ايه؟ شايف؟ هتلاقي تحت بيقول لك هنا السويل تايب، انت بتختار انهي واحده من الاربع تايبز المختلفين اللي عندك. تمام. علشان برضو الشغل يبقى يعني قريب انسانيا شويه، بيديك فرصه تكتب السويل نيم، فانت ممكن تكتب مثلا هنا، ممكن تكتب مثلا ساند كلاي، مش عارف ايه، حاجات زي كده يعني. خلاص. فانت بيبقى عندك اوبشن او التزام انك تبقى انت في نفس الوقت جايب مثلا الخريطه الجيولوجيه بتاعت المنطقه او خريطه التربه، بحيث تبقى انت عارف ان الحته ديت. هو ما بيبقاش كاتب لك تايب A وبي وسي ودي، يعني خرايط ما بيكتبش فيها الكلام ده. تمام. الخرايط بس بيبقى مكتوب فيها، يعني لو خريطه جيولوجيه بيقول لك بقى ايه العصر الرباعي، العصر مش عارف ايه، حاجات كده، المصطلحات الجيولوجيه دي، رواسب وديانية، صخور نارية، ده الوصف اللي بيبقى مكتوب في الخرائط الجيولوجية. ولو لقيت خريطة تربة بيبقى مكتوب حاجات يعني إيه غير ذلك، يعني يا رملة رمل وطين وحاجات زي كده. فأنت بيبقى عليك عبء إنك تصنف الحاجات دي، تبقى أنت عارف إن الصخور دي من أنهي فئة، دي الفئة مثلا اللي هي شبه منعدمة النفاذية، فتقول منعدمة النفاذية تبقى أقرب لإيه، ولا بي ولا سي ولا دي، تمام. وهكذا. طب أنت عندك تربة تانية مثلا اسمها رواسب وديانية، وبيسموها في الخرائط الجيولوجية كواترنري مثلا، فديت تبقى إيه؟ لا دي عالية النفاذية، واخد بالك؟ فأنت بيبقى عليك يعني إن أنت تميز الأصناف التربة المختلفة، بيبقى هنا الاسم بتاعها وهنا الايه الهيدروجيكال سويل جروب بتاعها. كويس. تمام. دلوقتي اللي احنا عملناه ان احنا ان انا ده يعني بقى عندنا 3، وادي ايه اللي اتحكمنا في السويل تايب بتاعه، مع ملاحظه ان احنا لسه ما قلنالوش انهي بوليجون في الثلاثه هو انهي حوض في الثلاثه، انهي تمام. سويل تايب في الثلاثه. فانا بقى محتاج ان انا ايه اعرف. انا حاولت ادوس دلوقتي، النافذه بتقولي لا ما ينفعش، فانا بدوس ابلاي. دلوقتي انا بقى ايه حاجه حوض، المفروض انا فاهم يعني، انا معايا الخريطه وعارف. فانا هدوس دبل كليك دلوقتي على اللي في النص ده. انا عايزه انهي واحد؟ عايزه مثلا سويل تايب 2 مثلا. اروح تمام. جاي واقف بالماوس هنا على 2 اللي في التاني في الويندو الشمال دي، وادوس ابلاي. كده هودي ده 2. طب انا هفترض ان ده هديله ايه 1، ادوس له على 1، واخد بالك؟ ده اللي انا عايزه سويل تايب 3، باجي ادوس دبل كليك ومن هنا بختار 3 وادوس ابلاي. دلوقتي تلاحظ ان بدأوا يتلونوا. كان الاول كلهم بوليجونز سودا، دلوقتي بقى في عندك بوليجون اسود واصفر وبرتقاني، ولا تمام. واخد بالك؟ طب لو الالوان دي انا عايز اتحكم فيها، ممكن برضو ارجع، لا مش من هنا، من ايوه من هنا. بص يا سيدي، انا عايز اتحكم في الالوان بتاعه البوليجونز، وعايز اتحكم يعني انت تلاحظ ان الالوان موجوده بس في الخط المحيط، مفيش شيء جوه متلون. انا ممكن ايوه عايز اخليها من جوه متلونه، اتحكم فيها يعني. شايف الزرار اللي هو الديسبلاي اوبشنز؟
اوكي دوس عليه هتلاقي في حاجات مختلفة. لو دوست هي الماب داتا، الماب داتا هنا بيقول لك عايز تتحكم في خريطة ايه، في كفرج تايب. هنا انت من خلال الليستة دي ممكن تتحكم في المابينج بتاع اي نوع من انواع اللايرز او الكفرجز المختلفة. فانا في الحالة بتاعتي دي انا بتكلم هنا على بوليجون، شايف بوليجون. تمام. فانا البوليجون هنا انا بتكلم على الكالر فيل بوليجون، انا عايز اخلي داخل البوليجون متلون، فهدوس على ديت كده ايه هيحول لي الفراغ ده الى شيء متلون. لو انا كمان عايز اتحكم في الالوان بتاعت التلاتة، هو هنا يعني مقترح تهشير معين للتلات انواع. انا لو قلت اوكي واوكي، شايف هو عمل لي فيلينج، تمام الفيلينج ده بناء على التهشير. التهشير ده اللي احنا ايه لسه شايفينه دلوقتي، اللي هو من ديسبلاي اوبشن وتيجي تدوس على تتاكد ان انت واقف على السويل تايب، ومن السويل تايب هيقول لك السويل تايب اوبشنز، تدوس عليها هنا ادي التلاتة. لو انت حبيت تغير واحد فيهم بتوقف عليه، وهنا تدوس على الزرار ده. لو انت عايز تغير شكل التهشير بتدوس على الزرار نفسه، المفروض ان انت تكون ملاحظ يعني الفروق. طب لو انت كمان اللون مش تمام عاجبك ممكن تغير اللون بتاع التهشير، تمام دي مجرد زرار كده يعني حبيت اعرفه لك. اخيرا بس هنا ان انت ممكن تضيف ليجند، يعني تظهر لك كده على جنب الكلام بيصف الخريطة. فانت ممكن لو دوست صح قدام السويل تايب، وفي شوية هنا اوبشنز لو عايز تتحكم فيها، مش عايز تقول اوكي، اوكي كمان واحدة، هتلاقي غير لك اللون زي ما انت عايز، واظهر لك هنا ايه ليجن. الليجند بتاع الخريطة. وبحيث ان انت دي ممكن مثلا لو انت حابب ايه يعني تطبعها، يعني لو شكلها مناسب للطباعة، طبعا دي شكلها يعني مش مية مية، بس يعني في حالة ما يعني انت ممكن توفر مجهود انك تطلعها للارك جي اي اس او لبرنامج جي اي اس، يعني ممكن دي تمشي الحال نوعا ما يعني. تمام. طيب كده احنا خلصنا تعريف السويل تايب، فاضل لينا نعرف اللاند يوز. تمام قول لي انت بقى يعني خمن كده الخطوة الجاية هنعمل ايه. لللاند يوز. لكن خلصنا تعريف، انهينا تعريف السويل تايب، عايزين نعرف اللاند يوز هنعمل ايه دلوقتي. نعمل نيو لاير لكفريدج اللاند يوز وبوليجونز ونفس الطريقة. طيب هندوس كده نيو كفريدج، هنعمل ايه من هنا؟ لاند يوز اهو، لاند يوز اهو، هندوس اوكي. هتلاقي الدنيا ظلمت وبقى لك ممكن نطفي اللاير دي. انا طفيت لاير سكرين تايب عشان يبقى ظاهر لي الايه الحوض يعني. فانا دلوقتي واقف على اللاند يوز زي ما انت قلت، هنيجي على كرييت فيتشر ارك. تمام طبعا انا منتظر منك بعد ما نخلص النهارده ان شاء الله انك تعمل الكلام ده ماشي، وتشاركه معايا توريني انت عملت ايه يعني ان شاء الله. ماشي. فانا دلوقتي هدوس على الزرار ده تاني، كده عملنا واحد كده خلصنا. الخطوة الجاية حولهم لبوليجون. ايوه تمام. بعدين عند كل بوليجون ادخل اللاند يوز بتاعه. ماشي، من الزرار ده اللي هو سيلكت فيتشر اوبشن بوليجون، اختار البوليجون وندوس دبل كليك، هيطلع لنا النافذة دي. تمام احنا اتفقنا يعني احنا رسمين ان احنا عندنا ايه ثلاثة لاند يوز. فانا دلوقتي هنا عندي واحدة، هزود اثنين. تمام ماشي كده بقى عندي اثنين كمان. ماشي تلاحظ بقى هنا الداتا اللي هندخلها. طيب هنعمل ايه؟ هتلاقي ان انت عندك هنا برضو امكانية انك تعرف اللاند يوز،
ممكن قصدي ككلام يعني، فتقول اي اربن فورست. طبعا مفيش فورست عندنا، بس يعني ايه الكلمه اللي جت على بالي. ماشي. بير، بير يعني مفيش استغلال للارض، متسابه كده. ماشي. بعدين مطلوب منك لكل لاند يوز تدخل اربع ارقام. واضح طبعا ان هنا فاكر انت الجدول شكله بتاع الكيرف نمبر. اللاند يوز ده اللي بيبقى الرو. فانت هتروح للرو اللي هو اسمه كذا، اللي هو الاسم اللي انت عندك، وتروح جاست كوبي من الاربعه كيرف نمبرز اللي مكتوبين في الجدول. هم مفيش تعديل يعني. انا بدخل اي ارقام عشوائيه. كده انا ايه يعني دخلت ايه يعني كاني دخلت الجدول بتاع كيرف نمبر طبعا لللاند يوزز اللي عندنا في الشغلانه. ماشي. ندوس ابلاي. ما عرفني يعني برضو ادوس دبل كليك على كل واحده. هنقول مثلا ديت هتبقى هختار لها زيرو، تربه زيرو. دبل كليك واختار لها تربه واحد يعني بالماوس، يعني انت تختار بالماوس ومن هنا. ماشي. كده احنا عرفنا التلاتة لاند يوزز المختلفين. كده بقى عندنا تعريف للتلاتة سويل تايب، وتعريف للتلاتة يعني تعريف للكلاسز بتاعت السويل تايب وكلاسز بتاعت اللاند يوز. الخطوة الجاية ان احنا هنكمباين وندمج المعلوماتين دول عشان نحسب الكيرف نمبر. هتيجي ندوس على الهيدرولوجيك موديلنج موديول، وندوس على قائمة كالكوليتور. هتلاقي أول حاجة عندك اسمها كومبيوت جي اي اس اتريبيوت. هتلاقي في النافذة الأولى اسمها كومبيوتيشن، بيقول لك أنت عايز تكمبيوت إيه، وهو هنا يعني عنده كذا حاجة ممكن تعمل لهم كومبيوتنج، بس هو بيتكلم هنا عن الـ SCS كيرف نمبر، يعني ده الاوبشن اللي مختار يعني. طيب عشان يحسب الكيرف نمبر هو محتاج زي ما اتفقنا اتنين انبوت رئيسيين، والاتنين موجودين في الكفرج. فبيقول لك انا هستخدم الكفرج يعني بيقول لك انهي كفرج للسويل تايب. فهو مدي لك هنا لسته يعني بمعنى ان اللايرز اللي ينفع تكون هي السويل تايب او اللي بيقترحها. تمام. انت ممكن عندك كذا واحده سويل تايب، بس هو شايف واحده بس اسمها سويل تايب، فبيقول لك استخدم كفرج عشان السويل تايب اللي هي كفرج اللي اسمها سويل تايب، واستخدم كفرج لللاند يوز هو بيقول لك انا شايف لاير اسمها لاند يوز هي اللي تنفع. لما شايف دول وانت بتقول اوكي، هو جنريت التيبل اللي على تحت ده، هتلاقي ده تقريبا زي الجداول بتاعت الكيرف نمبر. تمام. هتلاقي هنا اسم الـ يعني اللاند يوز، وهنا الاربعه هيدرولوجيكال سويل جروب. تمام. دول الجزء من الجدول الكبير اللي في الكتب بتاعت كيرف نمبر اللي بيخص الحوض ده بناء على المدخلات اللي احنا دخلناها. فاضل بقى ندوس اوكي. تمام. هو اول ما دوست اوكي بيقول لك انا حسبت خلاص، ولو انت حابب تقرا النتيجه هو هيفتحها لك بنوت باد. فنقول اوكي. ادي النوت باد اهو، ده الريزلت بتاعت عمليه الكومباينيشن اللي احنا شفناها، حسابات الكيرف نمبر لهذا الحوض. هنلاقي ان انت ران اوف كيرف نمبر ريبورت اليوم، ران اوف كيرف نمبر ريبورت للحوض اللي اسمه كذا. بمعنى لو احنا الدراسه بتاعتنا فيها احواض كتير، وده ممكن يعني انت لو احنا كنا معرفين عدد من الاوتلتس كنت هتلاقي قدامنا على الشاشه عدد من الاحواض. احنا بس ناخد حاله سيمبل يعني. تمام. كل حوض هيطلع له بتاعه زي دي كده، وهتلاقي الحوض اللي تحته في نفس الريبورت يعني كان الحبه دول هتلاقي تحت طلع زيهم تاني وتالت ورابع وخامس.
تمام. فهو هنا بيقول لك حاطط لك ال عارف انت التباديل والتوافيق، تمام فهو فاهم. بيقول لك عندي ثلاثة تربة سي متقاطعة مع الثلاثة لاند يوزز المختلفة، والتربة دي متقاطعة بس مع اللاند يوز ده، والتربة ايه متقاطعة مع اللاند يوز ده، والتربة دي متقاطعة مع نوعين من اللاند يوزز ده وده. وهو القاعدة الشهيرة بتاعت ان الاوفرول او الافريج كيرف نمبر بتساوي سيجما كيرف نمبر في اريا اللي هي دي، حصل ضرب العمودين دول على التوتال اريا اهي كيرف نمبر ويتد يعني. وفي الاخر انتهى ان هو الكيرف نمبر بتاع الحوض ككل 86. تمام كويس. كويس. دلوقتي بقى لو رجعنا انا هطفي اللاير بتاعت اللاند يوز وارجع لللاير بتاعت الدرينج واختار البيزن ماشي، هنلاقي ان احنا عندنا كيرف نمبر ظهر وبقى مكتوب هنا اهو. كده احنا عرفنا ال كده احنا عرفنا الكيرف نمبر بتاع الحوض ده اللاند لوسز يعني ماشي. احنا دلوقتي فاضل لينا نحسب البريسيبيتيشن والراوتر.